نحن البشر صناع واقعنا، نصنعه بإرادتنا ووعينا. واقعنا بين الأسئلة والأجوبة، معي أنا أحمد برقاوي. أيتها السيدات أيها السادة، أسعد الله أيامكم. ما الرعاع أو الرعاع؟ في ناس بيستخدموا رعاع لأن مفردها رعاعة أو رعاع. ما الرعاع؟ يأخذ علينا البعض بأننا نستخدم هذه الكلمة بنوع من الترفع والتعالي على الآخر. لا، هي كلمة موجودة قاموسية، موجودة في المعجم العربي، والحقيقة أنه ما من مجتمع بالتاريخ، منذ بدء التاريخ حتى الآن، منذ بدء نشوء الطبقات والفئات والمهن وإلى آخره، ما من مجتمع نشأ حتى الآن، منذ نشوئه وحتى الآن، خال من طبقة، بل طبقة، فئة الرعاة. ولو فتحت القاموس لوجدتم التعريف الرعاة هم السفلة، ولوجدتم أن الرعاة هم سفلة الناس وغوغاؤهم، وأيضا لوجدتم تعريفا آخر، الرعاع هم من لا قلب لهم ولا عقل، يعني لا قلب حميم ولا عقل يفكر. كلمة لا قلب حميم ولا عقل يفكر أنه قساة القلوب، عنيفون ولا يفكرون، لا يفكرون لا بطريقة العنف ولا بنتائج العنف. هذا بقاموس العرب. ولو تعمقتم أكثر لعرفتم، لرأيتم أن الرعاع هم أرذال الناس، أرذال البشر. ومن أيضا المفردات الدالة على الرعاع الأوباش، والأوباش هم أشباه الأشياء، أشباه البشر. ألم ترى أن الليث يألف غيله كبرا وأوباش السباع ترددوا. أوباش السباع يعني هذول اللي بيشبهوا السباع، مش سباع. ولو وجدتم أيضا صفة أخرى هي الأوغاد، الوغد. ولا أريتم أيضا الأوباش والأوغاد والرعاع هم الحثالة، حثالة يعني البقايا. ولا وجدتم أيضا كلمة أخرى دالة عليهم هم الدهماء، والدهماء هم أيضا السفلة، والطغام، والعفوش أو العفوشاء، والغوغاء، والهمج، والوحش. أسماء أوصاف للدلالة على هذه الفئة. رأيتم كم وصف للرعاع، للرعاعة، للرعاع؟ أوصاف كثيرة. طيب سؤال، كيف بصير في عنا رعاع؟ من أين ينشأ الرعاع؟ بهذا المعنى الرعاع مفهوم أخلاقي بالأساس، مفهوم أخلاقي، لأنه عكسهم النبلاء والأذكياء أخلاقيين، ومن له قلب ومن له عقل يفكر وإلى آخره. من أين ينشأ هؤلاء السفلة الرعاة؟
كمفهوم أخلاقي أنا لا أعرف انطلاقا من مفهوم الأخلاق كيف يصبح الشخص لا أخلاقيا، ما بعرف. شروط، هل في علاقة بين الرعاع وبين الطبقات الاجتماعية؟ كي لا يذهب أحد بعيدا عن المفهوم، ليس الرعاع هم الفقراء، لا، الفقراء هم لمن يملكون ما يسد حاجاتهم الطبيعية ويعملون من أجله، يكافحون ويعملون. وأنا رأيي أنه في كل الفئات الاجتماعية والطبقات هناك رعاة، وأنا مشان أضمهم كلهم بكلمة واحدة سميتهم الوسخ التاريخ. لذلك في رعاة الطبقة الغنية، وفي رعاة الطبقة المتوسطة، وفي رعاة الطبقة الفقيرة، وفي رعاة فئات المثقفين، في رعاة الحرفيين، كل طبقة لها رعاة. وهذه الطبقة، هذا الرعاة كل طبقة طبعا بتميزوا في طبيعة رعاعيتهم. يعني المثقف الرعاعي استخدم جمال وكلمات وإلى آخره، بالسلوك هو رعاع. هلأ الحثالة، حثالة الناس، هم حزام الفاشية سماهم غرامشي، أي كل من يلتف حول أيديولوجيا فاشية وحكم فاشي وزعيم فاشي هم حثالة. إنهم لا يفكرون ولا قلب لهم، ويصلهم به الحد إلى أنهم قد يموتوا من أجل فاشي، من أجل فاشي نفسي حزام الفاشي. يعني حتى بالفئات الفقيرة اللي فيها فتوة وإلى آخره، مثل حرافيش نجيب محفوظ، تجد في نوبل قيم. ببساطة الرعاع، خليني أشرح لكم إياها، تلك الفئة التي لا قيم لها. لذلك قالت العرب الرعاع من لا قلب ولا عقل له. فنحن نتحدث عن كائنات لا قلب ولا عقل له. لا قلب يعني لا عواطف نبيلة، ولا عقل ولا تفكير. ولأن الرعاع على هذا النحو لا قلب ولا عقل، يعني لا قيم ولا تفكير، فإن الرعاعي يصبح لديه كل شيء مباحا، كل شيء مباح. لذلك أهم صفة من صفات الرعاع هو الغباء العاطفي. طبعا العرب قالت لا قلب له، ما كان بعدهم بيعرفوا انه في مصطلح بعلم النفس اسمه الغباء العاطفي. وشو الغباء العاطفي؟ يعني ان الاخر موضوع قابل لكل اشكال الاهانات والتعذيب والقتل، عدم الاحساس بالاخر، هذا هو الغباء العاطفي. لا قلب له ولا تفكير، لا يفكرون بنتائج سلوكهم إطلاقا. هلا كيف تنشأ طبقة الرعاة؟ من أين تنشأ وما هي شروط
بروزها. في الحالة الطبيعية تمثل فئات الرعاة أقلية في المجتمع، في الحالة الطبيعية يعني المجتمع الطبيعي فئات الرعاة قليلة بالمجتمع، هامشيين، مجرمين، سراقين، حرامية، يتناولون ما هو سيء من الحياة، هذا الحالة الطبيعية. أكثر من هيك الحالة الطبيعية للمجتمع فئات صغيرة، لكن عندما يحكم الطغاة لا يستطيع يستطيعون الحكم إلا انطلاقا من وجود جمهور رعاعي معه الذي لا قلب ولا عقل. إذا طال الزمان على المجتمع غير الطبيعي اللي حكيت عنه في حلقة سابقة، الدولة بالمعنى الدقيق للكلمة، تتراكم فئات الرعاة، تكبر، تتسع، بحيث لا يعود للفئات الأخرى ذات الفاعلية الثقافية والاقتصادية والسياسية مكانة. الرعاعي بالنسبة له رجل السلطة هو المكان الأعلى، هو الذي يحكم. يعني بتروح على مطعم ما بتحس إلا ناس تشاجرت، قاتلت وإلى آخره، سحبوا مسدسات على بعض، وأحيانا برموا قنابل. رعاة. واحد مرة بده يدعسنا بالسيارة، واحد قال له يا أخي شوي شوي، فشتمه زلم كبير. وعادة بالقيم، القيم المجتمعية، الكبير لا يشتم. إذا شفت واحد عم بشتم شخص كبير اعترفوه من طبقة الرعاة، الكبير لا يشتم. حتى دينيا لا يمكن شتم الكبير. فمن الوقع يا أخي ما بصير هذا قد أبوك، أيضا تهجم. فالمشتوم قال له يا أخي هذا أستاذ جامع مهم وكذا، قال له شو يعني رئيس فرع؟ بالنسبة له رئيس فرع هو الشخص الأكثر أهمية بالحياة. لذلك أساليب الرعاة وردود فعل الرعاة هي تعبير عن تحطم القيم الإيجابية واتساع القيم السلبية. لأنك أنت لما تحطم القيم الإيجابية خلاص سادت القيم السلبية. باتساع طبقة الرعاع وضيق فئات أكثر حرصاً على القيم إلى آخره، يخدو المجتمع مجتمع خطر، لأنه باتساع مجتمع الرعاع يخدو الأمان مستحيلة، يخدو الأمان مستحيلة، بل إن صاحب المال نفسه لا يستطيع أن يأمن على ماله. فالمجتمع بكل فاعلياته الاقتصادية والثقافية والسياسية وإلى آخره بتقلص. فبصير في عندي أغاني رعاة، موسيقى رعاة، هتاف رعاة، يصير الرعاع سيطرين. هذا اللي بنسميه احنا مرحلة الركود التاريخي. شوي مرحلة الركود التاريخي عندما يصبح الوسخ التاريخي مسيطرا. الرعاع هي الوسخ التاريخي مسيطر، فيغدو لدينا ركود تاريخي. الخروج من الركود التاريخي يصبح صعبا. طبعا تظهر قوى ناهضة تحاول أن تتجاوز مرحلة الركود التاريخي والرعاة. السؤال، ألا يمكن رفع وعي الرعاة
ممكن ولا مش ممكن نقدم لهم خطاب يرفع من مستواهم ويندرجوا في حركة ما، يعني حركة تغيير للمجتمع؟ ممكن، ما في شيء مستحيل بهالجانب، لكن هذا يحتاج إلى جهد كبير. لكن أنت يجب أن لا تقدم خطاب رعاعي بدل خطاب رعاعي، لأنك إذا فعلت ذلك فإنك لم تفعل شيئا. ما بتقدم خطاب قتل لقاء خطاب قتل، ما فعلت شيء. هلا حتى الخطاب الديني يمكن أن يساهم في تحرير الرعاع من وعيهم الرعاعي، لأنه بالخطاب الديني الدين فيه كثير من القيم الإيجابية التي يجب أن يخاطب بها الناس، عدم قتل الناس، من قتل بغير حق كذا إلى آخر، يعني كثير قصص فيه قيم بالدين، وبالتالي يجب رجل الدين أن يتحول إلى داعية أخلاقي. وبالتالي الآن نحن جميعنا الذين ينتمون إلى الفكر وإلى قدرة التأثير وإلى الذين يمارسون الخطاب، أن يجعلوا من الخطاب الأخلاقي دائما حاضرا فيما يقول، لأننا نخاطب بشر ليسوا مسؤولين عن وضعهم. أنه تحطيم القيم يوم بعد يوم هو اللي بيخلي كل شيء مباح، كل شيء مباح، من قتل الطفل إلى إهانة الشيخ ببساطة، بشتمك ببساطة بدون ما يرف له جف، هو قد أولاده. الآن عم بالرواع شو عم بتساوي؟ عم بسرقوا وسائل تواصل وبتحولوا وبتظهروا بيساوي أشياء لا تليق بالقيم والأخلاق، لا تليق بعاداتنا وتقاليدنا، بما تربينا عليه من احترام المرأة واحترام الشيخ وحب الصغير. هذه كلها عادات وقيم موجودة بكل عالم بالمناسبة، كل عالم إذا في واحد طالع بالباص عمره فوق 70 بيقوم له واحد مباشرة، شاب أو فتاة بتقوم له حتى، هذه عادات وقيم مهمة. من هون يجب أن لا نهمل الخطاب الأخلاقي في علاقتنا بالناس. الخطاب الأخلاقي على غاية كبيرة من الأهمية، حتى ونحن في عز العذابات يجب أن نرفع من شأن الخطاب الأخلاقي. شو جوهر الخطاب الأخلاقي؟ مكانة الإنسان، عدم جرح كرامته، عدم التهجم عليه، عدم الاعتداء عليه، عدم، هذه مجموعة من القيم. إذا لم ترتبط القيم بالإنسان ما في قيم، القيم إنسانية. تالي واحد بيقدم خطاب قيمي وبيقتل هذا كذاب، هذا لا قلب، هذا من الرعاع. تبرير عذابات الناس، تبرير عذابات الناس بأيديولوجيا زائفة، هذا ضد القيم وضد الأخلاق. هنا يجب أن نقف طويلا ونقول: أولا القيم، ثانيا القيم، ثالثا القيم. شكرا لأصدقائي. يأتيكم عند 9 مساء ويعاد 1 ظهرا على راديو أورينت.